أعزائي مشاهدي وقت الفجر، معاكم هدى السيد من محافظة المنوفية، ومعانا النهاردة الست منال اللي هي عايزة تعالج ابنها. هنشوف حكاية ابنها ايه بالظبط. قولي لنا، انت اكتشفتي المرض اللي عند ابنك امتى؟ ما انا اكتشفته من صغر، من صغر. الدكتور خبطه في دماغه وهو بيطلعه، بقى يدخل في عناية، في العناية على طول، وبيقولوا حد التشنج بغيبوبه على طول في العناية. يعني انت بتعالجيه من صغره؟ من يوم ما اتولد، من ساعة ما نزل من بطني. طيب انا عماله اعالج فيه، انا نفسي ان انا اشوفه زي العين اللي بشوفه. انت لما قابلتي الوزير النهارده طبعا في انك عايزه تعالج ابنك، ايوه، قلتي الوزير ايه بالظبط؟ هو قال لك ايه؟ قلت له انا معايا، انا ابني معاه، قال لي عنده، قلت له عنده كذا 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 حاجه قال لي تكسب الورق كده، وراح جاي واخده من ايده ومدخله ومقعده جوه على السرير. حلوه. المحافظ كان معاه، كل الوزراء معايا، المحافظ كان مره مقابلاه، يروح جاي مطلع من جيبه ومديني. يعني دلوقتي ان شاء الله الوزير قال لك ان هو ان شاء الله هيمشي في الاجراءات بتاعه علاج ابنك محمد. انت ان شاء الله ما اعرفش بقى كلامه بصدق ولا لا. اللي انا عايزاه ان انا اعالج ابني، اكتر من كده ما انا مش عايزه. عايزه توفر له الرعايه الطبيه. نفسي اشوفه زي العين اللي بشوفها، نفسي اجي في يوم الاقيه زي العين اللي بشوفها، العين اللي بشوفها بتروح مدارس بتتعلم، انما دي